أبو بكر لها رسالة مطولة وسؤال طويل أيضا، ملخصه أن زوجها سافر وتركها وترك أولادها، ولها من الأولاد ولد يبلغ 11، لكنه شقي ومهمل في دراسته ولا يستمع إلى كلامها وتدعو عليه دائما. وحينئذ تسأل: ما الواجب على الزوج في مثل هذه الحالة، وما الواجب عليها أيضا؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على الزوج أن لا يهمل أولاده، لأنهم رعية مقلدون في عنقه، والله سائله عن رعيته يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهو مسؤول عن أولاده، لا يجوز له أن يتركهم وأن يهملهم وأن يغيب عنهم غيبة طويلة ويتركهم يهيمون ويتركون الصلاة وغيرها من أمور دينهم، أو يتعرضون للفساد في أخلاقهم وفي أعراضهم. هذه أمانة عظيمة ورعية هو مسؤول عنها أمام أحكم الحاكمين يوم القيامة. وعلى الأم كذلك أن تناصح أولادها وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، لأنها مسؤولة عنهم أيضا. وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هي داخلة في هذا الخطاب لأنهم أولادها، فعليها أن تواصل النصيحة معهم والقيام عليهم. أما أن تدعو عليهم فهذا أمر غير مشروع، الواجب العكس أن تدعو لهم بالهداية. وكذلك كل ضال حتى ولو لم يكن من الأقارب ولا من الأولاد، فإن المشروع الدعاء له بالهداية، ولا سيما الوالد، فإن دعوته مستجابة، فلا يجعل دعاءه عليهم بالعقوبة، وإنما يجعل دعوته لهم بالخير والصلاح والهداية، لعل الله أن يستجيب له. نعم.